فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل للإمام أن يطيل الركوع إذا أحس بقادم لكي يدرك الركعة؟ هل للإمام أن يطيل الركوع إذا أحس بقادم داخل إلى المسجد لكي يدرك الركعة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد الركوع إذا أحس بقادم حتى لا يسمع وقع قدم، لا يرفع رأسه حتى إلا إذا لم يسمع وقع قدم. لكن قالوا إذا كان هذا يشق على المأموم فالذين معه أولى بالمراعاة من القادم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.